السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. بالنسبة الحجاج اللي جايين، انا صورت لكم واحد المحل عنده التواب رخاصين، عنده هذاك الشيء زوين ومناسب في السعر. كما كتشوفوا غادي نمشيو من هذا المكان، من هذا الطريق. كما كتشوفوا هذه الطريق اللي كدي العزيزية، ما غاديش تدخلوا هنا ولا هنا، غادي تمشيو هنايا في هذا الاتجاه من حدا القصر الملكي، شارع اجياد. غادي تسولوا على شارع اجياد، غادي يوريه لكم. من هنا كيمشوا الحجاج للعزيزيه، كيمشوا المنن من هذا الطريق، طريق العزيزيه. اللي ما عرفش يسول على المحطه ديال الطوبيسات حافلات مكه رقم 8، غادي يوريوك هذا الطريق، وهذا الطريق هي اللي غادي تمشي منها. من هنايا كيركبوا الناس للعزيزيه، اللي بغى يمشي لشارع منصور حافله مكه رقم 8 كديه لشارع منصور وتجيبوا تردوا للحرم. كما قلت لكم ابراج الصفوه تتبقى في الظهر ديالكم، في ظهركم غادي تبقى ابراج الصفوه، وانتم غادي تمشيو من هذا الاتجاه من حدا القصر الملكي، غادي تدخلوا في هذا الطريق. بالنسبه للجزائريين راه هذه هي المحطه ديالهم، كينزلوهم هنايا تينزلوا هنا في هذه الفنادق. والاسيويين ماليزيا اندونيسيا هما اللي كينزلوا هنا، اما المغاربه قليل اللي كينزل هنايا. غادي تمشيو في هذا الشارع وانتم غاديين تتوصلوا لهذا المحل اللي غادي نديكم ليه، هذا المجمع اللي هو مجمع اللي صغير وفيه محلات ديال التواب ديال داك الشيء الهدايا، عندهم داك الشيء زوين واسعار مناسبه. نتمنى الطريق تكون واضحه لكم، راها واضحه الطريق، شارع اجياد، الطريق اللي كدي للعزيزيه. من هنا كيركبوا الناس للعزيزيه في الطوبيسات، اللي بغى يركب في الطاكسي من هنا كيركبوا الناس. راه المحطه قريبه للحرم، عاد كتخرجي من الساحه ديال الحرم كتلقاي هاد الحافلات. كنمشيو من هاد الطريق نيشان حتى كتوصلوا للمجمع اللي غادي ليه حنايا، اللي هو حدا المحطه ديال الحافلات رقم 8. هادو هما الحافلات، الناس كيركبوا مجانا في الحافلات. شوفوا الزحام، كلشي فابور فابور، وما يركبوش الناس، راه يركبوا كلشي يركب. كما قلت لكم راه الحافلات مجانا، دوري مكه كلها مجانا. سولي على الحافلات، المكان اللي بغيتي تمشي ليه سولي السائق، قول له شنو الحافله اللي غنركب فيها غادي يوريك. هذا هو المجمع اللي غادي ندخلوا ليه، اللي هو قريب من الحرام. كما قلت لكم على رجيلاتكم تجيو غادي توصلوا لهاد المحلات، هاد السوق اللي كيعرفوه الجزائريين اكثر شيء. شوفوا هذا الحرام وهذا هو المجمع ديالنا، انت من هنا كتشوفي الحرام، شارع اجياد، هذا مجمع اسواق اجياد. غادي ندخلوا هنا المحل ديالنا كاين في هذه البلاصه هذه، وحده صرافه بالنسبه للناس اللي كيبغوا يصرفوا. من هنا كتدخلوا المحل ديالنا، كاين الداخل كيبنوا لكم الاعلام ديال الدوال هنا، كيديروا الاعلام ديال الجزائر بزاف، لانهم هاد الشارع كيسكنوا فيه الجزائريين. وكاين هاد الولد هذا كيبيع داكشي ديال الجوهر، غادي نصور لكم عنده داكشي زوين، وهو ظريف وكيتصايب مع الناس، ظريف هاد الولد في التعامل ديالو وكيتصايب مع الناس. وحنا كما قلت لكم غادي ندخلوا للمحل ديالنا، راه قدامنا كتبان لكم الرايه ديال المغرب. لداخل هاد المحلات عندهم العبايات، عندهم الصلايات، غير انا كنقول الناس يشرو العبايات من العتيبيه دائما، هذا هو التوصيه اللي كنوصيكم. كما كتشوفوا عندهم كل شيء زوين، وهذا المحل ديال اللي غندخلوا ليه هو هذا اللي فيه الدرابو ديال المغرب، هو اخر محل كاين في هذا السوق. كما كتشوفوا هذا المحل عنده التوابات، عنده هاد المخاوير الاماراتيه، عنده هاد التشكيلات هادو ب 50 ريال للقطعه ويتصايب معاكم. وعنده هاد الصاريات، الناس اللي كيبغيو الصاري راه عنده الصاري، وعنده اثمنه اللي هي مناسبه للحجاج. والله كل ما كانت الثمن ديالو مناسب ما غاديش نصور لكم، يعني غادي نصور لكم عنده ونقول لكم راه عنده اثواب، عنده ثمن رخيص، ما غاديش زعما يعني نبقى نشكر في شي حاجه اللي ما هياش رخيصه. بالنسبه للحجاج راه كيبغيو يديو معاهم الهدايا، وكيبغيو الاسعار اللي تناسبهم واللي ما تكلفش عليهم شويه. كما كتشوفوا راه عنده التليجه بالحجر، عنده التليجه سامبل، وعنده الجوهره بالاشكال، عنده ديال الجوهره وعنده المبره. كما كتشوفوا هاد الجوهره هذه، عنده هاد الجوهره هذه زوينه، التوب ديالها زوين نازل طايح، السعر ديالها كيقول 80 ريال، وكيقول غادي تصايب مع الحجاج اللي غادي يجيو عنده، غادي تصايب معكم في الثمن.
يعني ماشي اي ثمن يقول لكم الواحد غادي تشريو به، دائما نزلوا الثمن يعني وركوا على الناس. شوفوا هذا اللون غزال، شي عروسه فن هذا اللون زوين، والثوب حتى هو زوين ماشي ترانسبارون، ثوب يعني ما يحتاج تلبسي تحت منه شي حاجه، زوين اللون ديالها زوين. وبالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا، المتتبعات اللي سولوني على الثواب، صوري لنا الثواب باش نقارنوا باش نعرفوا شنو نشريو، فانا كنصور لكم ونتمنى ان هاد الشيء اللي صورت لكم يعجبكم. هذه فيها الالوان كما تشوفوا والاشكال، شوفوا هذه حتى هي فنه، شوفوا هذه غزاله الثوب ديالها طايح ونازل، حتى هي ب 80 قابله للتفاوض، يعني غادي تصايب معكم غير كيقول الثمن. كما كتشوفوا الثوب خاص يكون طايح، ما يكونش، ما تشروش هذيك اللي كتكون واقفه. شوفوا اللوينات، عنده لوينات فنين، وهو انسان طيب يعني يتصايب معكم. نتمنى يكون التصوير، هذه قصبيه اللون ديالها، نتمنى تكون الالوان واضحه لكم. وكاين هذه الجوهره، هذه حتى هي رخيصه عندهم بشي 50 ريال، يعني تصايب معكم فيها. وعندهم هاد التليجه بالحجر فنه، الوانها كتحمق، شوفوا كيفاش الوانها وشوفوا كيفاش التناسق. هذه هكا في الخضيضر، ديري لها التحتاني في الغوز ولا ديري لها في الخضر، يجي فن، تجي كتحمق. هادو بالحجر، انا ما عارفاش التواب في المغرب واش كاين فحال هاد الشيء ولا ما كاينش، انا ما كان يعني ما عارفاش يعني بالضبط، غير انا صورت للناس، بزاف ديال الناس سولوني صوري لنا الاتواب باش نقارنوا باش نشوفوا الاسعار كيفاش دايره وكيفاش دايره. انا صورت لكم هذه بالحجر 60 ريال ويتصايب معكم، 60 ريال توب للكوبو في 3 متر. شوفوا الالوان ديالها، كاين في الكحل، شوفوا الكحل غزال، ديري تحت منه الكحل ولا ديري تحت منه الاحمر يجي فن. وكاين البلو مارين اللي بحال الموف، وكاين هذا الخضيضر هذاك، شوفوا هذا بحال الموف زوين حتى هو، 60 ريال الكوبو. وكاينه هذه التليجه اللي هي بلا حجر، هذه التليجه بلا حجر 30 ريال 30 ريال الكوبو، 30 ريال للكوبو هذه بلا حجر، واللي بالحجر ب 60 ريال الكوبو ويتصايب معكم. كما كتشوفوا الالوان فنه، شوفوا هذا اللون ديري تحت منه داك اللوين اللي غالب يجي زوين، شوفوا ديري تحت منها الغوص كتجي، ولا ديري تحت منها هذاك اللون الشيبي يجي تجيك شيطه واعره. كما كتشوفوا عنده داك الشيء زوين، اللي بغى الهدايا باسعار مناسبه ما عليه الا يجي لهذا المحل. شوفوا 30 ريال رخله ويتصايب معكم، طبعا الناس اللي ياخذوا كثير. كما كتشوفوا المتابعات، نتمنى الفيديو يعجبكم. هذه مبركه تجبد تتيري، يعني زوينه حتى هي بالنسبه للناس اللي كيبغوا دوك التكيشطات اللي كيجيو في الكمام يكونوا الكم مجموع ومزير، عندهم في الكحل، عندهم في الزرق، عندهم في الموف، عندهم في داك الخضيضر اللي صورت لكم، وعندهم سعر مناسب كما قلت لكم. نتمنى الفيديو يعجبكم، ونتمنى ديروا لنا البارتاج، الله يجازيكم بخير، شكرا لكم، نتمنى لكم كل خير، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وفي امان الله.